هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من قال أن موسى عليه السلام عصبي المزاج؟ نسأل الله العافية، نسأل الله. هذا تنقص، هذا تنقص لموسى عليه السلام. نعم. هذا من أذى موسى، ولا تكونوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. لما قالوا إن موسى يستتر في الاغتسال، هم يغتسلون بارزين، بنو إسرائيل يغتسلون بارزين أمام الناس. موسى عليه السلام كان يستتر عند الاغتسال، قالوا ما استتر إلا فيه آفة، ما استتر إلا فيه آفة في ذكره أو في. فالله جل وعلا قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، ما صار فيه آفة، لكنه يحب الستر عليه الصلاة والسلام، وله ما فيه آفة. نعم.